أهلا بيكم. بيختلف الجلد البشري في درجات الألوان، وبتتدرج ألوانه من اللون البني الغامق للون الوردي الفاتح أو الأبيض. والاستباق في لون بشرة الإنسان بيحصل نتيجة الانتخاب الطبيعي، أو بمعنى أبسط نتيجة الوراثة، بغض النظر عن تأثر لون الجلد الحقيقي فيما بعد بالعوامل الخارجية المختلفة زي التعرض للشمس أو غيره. وبجانب ألوان البشرة العادية والشائعة، في بعض الناس بيمتلكوا ألوان بشرة غريبة ومميزة جداً، والحالات دي بتكون في منتهى الندرة. في الفيديو ده هنستعرض معاكم 8 أشخاص أدهشوا العالم بألوان بشرتهم الفريدة. تابعونا. ناستيا زيتكوفا. ناستيا زيتكوفا هي فتاة روسية مهقاء من مواليد سنة 1996، وملقبة بأجمل فتاة مهقاء في العالم. ناستيا بتعمل كموديل وكمان موهوبة في الغناء، وليها قناتها الخاصة على يوتيوب واللي بتنشر أغانيها من خلالها. ناستيا كانت بتعاني من مضايقات الناس بسبب لون بشرتها الغريب، وخصوصا إن حالة ناستيا بتحصل في كل 20,000 شخص تقريبا. لكنها فيما بعد قدرت تغير نظرة صناع الموضة والجمال في روسيا باقتحامها مجال الموضة. وعلى الرغم من لون بشرتها النادر، فناستيا بتتميز بالجمال الخلاب والجاذبية، وده سر حصولها على لقب ملكة جمال الألباينو. نيكيا فينيكس. من الطبيعي ان اصحاب البشرة البيضاء يصابوا بالنمش، لكن ظهور النمش في وجه او جسم شخص اسمر اللون فده يعتبر شيء في غاية الندرة، ودي بالظبط هي حالة العارضة الامريكية السمراء نيكيا فينيكس. في بداية حياتها واجهت فينيكس صعوبات كتيرة جدا بسبب شكلها، وبتقول فينيكس ان زملائها في المدرسة كانوا بيعاملوها كمخلوق فضائي، خصوصا وانه معروف ان السود ما بيصابوش بالنمش. لكن فيما بعد تغلبت فينيكس على كل الصعوبات اللي واجهتها بظهورها في إعلان شركة كوكاكولا بعد ما اكتشفتها شركة Alternative Apparel. كوني تشايو. العارضة الصينية المهقاء كوني تشايو من مواليد هونغ كونغ، وترتيبها الرابع ما بين إخواتها، ويذكر إنها الوحيدة في أسرتها المصابة بالبهاق أو حالة انعدام لون الجلد. وبعد انتقالها مع عائلتها للسويد درست الفنون الحرة والصحافة، ولما أصبح عمرها 24 سنة بدأت مهنتها كعارضة أزياء من خلال العمل مع المصمم الفرنسي جان بول جوتيي. النهاردة كوني تشايو هي مغنية موسيقى جاز، وعادة بتتم دعوتها للغناء في المحافل الكبرى ونوادي الجاز. لولا تشول. لولا تشول هي فتاة أمريكية في المرحلة الثانوية. المميز في لولا إنها بتمتلك جمال استثنائي وغير مألوف إطلاقاً. لولا بتمتلك بشرة بسواد الفحم وشفاه جميلة وأنف دقيق وعيون مرسومة. لولا ليها أكثر من 464 ألف متابع على إنستغرام، وهي بتعيش في لوس أنجلوس وبتتكلم 8 لغات. متابعي لولا بيقارنوها دايماً بالعارضة الشهيرة ناومي كامبل في شبابها، وبيتنبأوا للولا بمستقبل مبهر في عالم الموضة والنجاح الساحق في العمل كعارضة أزياء محترفة. ستيفن تومسون. ستيفن تومسون هو شاب أمريكي أمهق، ومش بس مشهور ببشرته عديمة اللون، لكنه كمان مشهور بعظام وجهه المركبة بشكل مثالي جدا وكأنه تمثال منحوت. في طفولته عانى تومسون من سخرية زملائه في المدرسة والناس عموما بسبب طبيعة بشرته الغريبة. تومسون مصاب بالعمى في إحدى عينيه، وأغرب ما في الأمر كمان إنه ليه أخ توأم طبيعي تماما وغير مصاب بالبهاق. لفت مظهر تومسون الغريب نظر أحد المصورين، واللي ذهل بشكل تومسون غير الاعتيادي، والتقط ليه بعض الصور واللي اتنشرت بعد كده في إحدى المجلات. وبعدها بدأت قصة نجاح ستيفن تومسون، وأصبحت صوره بتعرض باستمرار على صفحات مجلات الأزياء، وبيتزايد الطلب عليه للمشاركة في الحملات الدعائية للعلامات التجارية الرائدة. وفي سنة 2011 أصبح الشاب الأمهق الوسيم هو الوجه الإعلاني لماركة أزياء جيفانشي. تومسون كمان بيعمل في مجال الموسيقى، وظهر في أكتر من كليب غنائي لنجوم كتير. وفي سنة 2007 أطلق ألبومه الأول بعنوان تراك تيم. ويني هارلو.
عاشت عارضة الأزياء الكندية ويني هارلو طفولة صعبة جدا من بعد إصابتها بمرض البهاق وعمرها 4 سنين. عانت هارلو خلال مرحلة الدراسة من سخرية وتنمر زملائها بسبب حالتها، واللي كانوا بيوصفوها بأوصاف قاسية جدا لدرجة إنها غيرت مدرستها أكتر من مرة. ولما وصلت للمرحلة الثانوية ما قدرتش تتحمل مضايقات زملائها واضطرت إنها تسيب المدرسة وتكمل دراستها في البيت. وبتقول هارلو إنها فكرت في الانتحار في الوقت ده وخلال مرحلة المراهقة. وعلى الرغم من كل معاناتها في طفولتها ومراهقتها، إلا إن اختلاف ويني هارلو وتميز لون بشرتها ساعدوها على اختراق عالم الموضة والأزياء، وأصبحت هارلو هي أول عارضة مصابة بالبهاق. ففي البداية جذب مظهر هارلو الغريب اهتمام عارضة الأزياء السابقة تايرا بانكس، واللي قررت دعوتها للمشاركة في الموسم 21 من برنامج America's Next Top Model، واللي حققت فيه هارلو المركز الخامس. النهاردة ويني هارلو هي الوجه الدعائي لعلامة الأزياء الإسبانية ديسيجوال في برشلونة مع العارضة البرازيلية أدريانا ليما. ورغم أن البهاق اتسبب في تشويه بشرتها، إلا أنها بترفض الخضوع لأي جراحة أو علاج لصبغ الجلد أو حتى استخدام الأدوية الموضعية لتوحيد لون البشرة. وبتقول هارلو دايما إنها فخورة ببشرتها زي ما هي بدون أي تعديل. إيفا كلارك. إيفا كلارك هي فتاة أمريكية مهقاء من أصل إفريقي، ونظراً لشكلها المميز والمختلف تماماً عن الشكل المعتاد للأفارقة ببشرتها الفاتحة وشعرها الأشقر وعيونها الملونة وشفاها الوردية، اقتحمت إيفا عالم الموضة. بحسب تشخيص الأطباء، المفروض إن إيفا حالياً تكون مصابة بالعمى، وده اللي مفروض إنه بيحصل لكل شخص ممكن يصاب بحالة مشابهة لحالتها. لكن بفضل جهود والديها فإيفا حالياً بصحة جيدة وبتقدر تقرأ وتلعب الباليه بشكل طبيعي، حتى انها جذبت انتباه المصورين البارزين، وحاليا بتعرض صورها باستمرار على صفحات مجلات الازياء زي مجلة فوج ودينيم وفي اي بي. كوديا دياب. كوديا دياب والملقبة بصاحبة أسمر بشرة في العالم هي فتاة سنغالية الأصل فرنسية المولد عمرها 19 سنة، وبسبب لون بشرتها الداكن اتعرضت كوديا في طفولتها للسخرية والإهانات من قبل العنصريين، لكن سمار بشرتها ما أثرش إطلاقا على جمال ملامحها وجاذبيتها، ونجحت كوديا في التصدي لكل الانتقادات ببدأها العمل مع مجموعة The Colored Girl واللي بتشجع الفتيات على تقبل ذاتهم، بجانب مشاركتها في مجموعة مختلفة من الإعلانات. قدرت كوديا إنها تحصد مئات التعليقات الإيجابية على الإنترنت بسبب لون بشرتها الجميلة والأشبه بلون الفحم الداكن، وأطلقت على نفسها لقب ميلانين جوديس أو ملكة الميلانين لتشجيع متابعيها وكل شخص بيمتلك لون بشرة مشابه للون بشرة كوديا ولتقوية ثقته بنفسه. دخلت كوديا عالم الموضة وعمرها 17 سنة بعد ما اكتشفتها وكالة أزياء وعرضت عليها العمل كعارضة، ومن وقتها لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، وببلغها سن 19 سنة أصبح بيتابعها على انستغرام أكثر من 361 ألف متابع. أصبحت كوديا ملهمة لكتير من الأشخاص اللي بيعانوا من الانتقادات بسبب مظهرهم، ودايما بتقول جملتها الشهيرة: إذا كنت محظوظ بكونك مختلفة عن الآخرين فإياك ومحاولة تغيير ذاتك المختلفة أبدا. بنتمنى تكونوا استمتعتم بفيديو النهاردة ومنتظرين آرائكم في التعليقات، وبنشكركم على المشاهدة. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.